يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان، ولقاء بيتجدد يوميا من الساعة 1 للساعة 2:30 ظهرا من برنامجكم هي ومي. بيسعدنا دايما متابعتكم لينا على مدار حلقتنا النهاردة. خليني أستعرض مع حضراتكم فقراتنا النهاردة. زي ما قلنا في أول يوم في حلقتنا إن إحنا يكون معانا قصص نجاح لسيدات كتيرة جدا. طبعا طريق النجاح أكيد صعب جدا، أكيد مش بيكون مفروش بالورود، أكيد بيكون في تجارب وصعاب كتير بنمر بيها. النهاردة معانا شخصية جميلة جدا ومرحة جدا، هنعرف منها إزاي بدأت وإزاي قدرت تحقق النجاح اللي هي فيه. هنكون معانا النهاردة الشيف فيفيان فريد، هنعرف منها قصة يعني البدايات خالص، وإحنا عرفنا كده إن هي دخلت المجال بتاعها بالصدفة. هنعرف إزاي قدرت توصل لكل النجاح ده. هتكون معانا ومنورونا في الاستوديو النهاردة الشيف فيفيان فريد. تابعونا علشان كل سيدة نفسها تحقق أحلامها أو في دماغها كده شوية توقعات أو صعاب بتمر بيها وحاسة إن مش هتقدر تتخطاها، هنعرف النهاردة من الشيف فيفيان فريد إزاي قدرت تتخطى كل الصعاب في حياتها وتحقق كل النجاح اللي هي فيه. فقرتنا التانية مشاهدينا ركن المطبخ، النهاردة هنقدم معاكم مع الشيف ريكو أحلى بيتزا صيامي. البيتزا طبعا يعني بيكون طلبات ولادنا طول الوقت، عايزين بيتزا وعايزين يقدموها بشكل مختلف، وإحنا طبعا في الصيام إزاي نقدر نعملها في الصيام وإزاي العجينة تكون طرية مش ناشفة. هنعملها النهاردة بالتونة، بيتزا بالتونة، وهنعمل حلو كمان بيتزا بالنوتيلا. أكيد ولادنا يحبوا جدا أكلات النهاردة، تابعونا. بس خلونا نخرج لفاصل في البداية مشاهدينا ونرجع نبدأ أول فقراتنا. استنونا.